السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بداتوا تستمتعوا بالداتا هاوس وبالداتا موديلنج. بقى نعرف شويه تفاصيل، كل ما بنخش في الكورس اكتر كل ما الجزء النظري بيقل والعملي او الحاجات التفاصيل التكنيكال بتبدا تزيد. اتمنى تكونوا مستمتعين معانا بالكورس. طيب النهارده في الفيديو ده هنشرح ايه؟ هنشرح الجانك دايمنشن او الجاربج دايمنشن، واحيانا بيبقى ليه بصراحه اسامي كتير، بس دول اللي انا يعني الفيمس قوي، يعني الحاجات المشهوره. طيب ايه هو الجانك دايمنشن؟ جانك دايمنشن اول مره سمعت عنه قبل ما نخش في الديزاين كان وانا في شركه تيليكوم. كنا عندنا يوز كيس ان كان عندنا بعض الدايمنشنز الكتيره اللي في الاخر بيهلكوا ان احنا بنعمل جوينز كتير على الفاضي، في ظل ان احنا مش محتاجين نعمل. يعني مثلا نفترض عندي، ناخد اكزامبل كالرز مثلا، فانا عايز اجيب يونيفيكيشن للكالر، فعاملين دايمنشن اسمه كالر. بعد كده مثلا عندنا موبايلات، فعاملين دايمنشن اسمه موبايلات. فبالتالي يبقى عندي موبايل وكالر، فجوين مع بعض عشان اجيب الاثنين مع بعض. الموضوع كان مهلك جدا. تخيل بقى، انا مش بتكلم على تو اكزامبل، انا مش بتكلم على تو دايمنشن، كان عندي 12 دايمنشن او 10 دايمنشن. طبعا خد بالك ان هي تريد اوف. فبالتالي اضطرينا ان انا نقرا عن ايه افضل ديزاين الحته دي، فلقينا ان هو الحل في المشكله دي هي الجانك دايمنشن. طيب ايه هو الجانك دايمنشن؟ تعالوا نقرا كده الديفينيشن بتاعه ونشوف الاكزامبل اللي معانا النهارده. طيب هنا بيقول لك ايه؟ ان الجانك دايمنشن بيستخدم عشان يريديوس النمبر اوف دايمنشن لما بيبقى عندي اللو كاردينالتي كولومز. يعني بيبقى عندي شويه دايمنشن، نمبر اوف دايمنشنز، عايز اقلل الدايمنشنز دي. بدل ما عندي دايمنشن كتير احطهم مع بعض في تيبل واحد. طيب ليه بيبقى عندي حاجه زي كده؟ انا ممكن يبقى عندي عايز اقلل كولومز في الفاكت تيبل. يعني بدل يبقى عندي كولوم مثلا اسمه كولر اي دي، وكولوم اسمه موبايل اي دي، وكولوم اسمه موبايل موديل نفترض مثلا، لا انا هيبقى عندي، او موبايل اي او اس موديل مثلا. انا ممكن يبقى عندي اي دي واحد، الاي دي ده بيعبر عن مثلا ايفون اي او اس بلاك مثلا. حلو، التلاتة دول بيعبروا عن باي دي واحد. فانا كده ايه الاستفاده بتاعتي؟ انا قللت الدايمنشن الموجوده عندي، وقللت الدايمنشن في فاكت تيبل، وبالتالي اقدر عن طريق اي دي واحد يبقى مفيد عندي ان انا اجيب كل المعلومات دي. بس هل بقى لازم في علاقات ما بين الدايمنشن؟ مش شرط، ساعات بيبقى اصلا هي راندم، يعني راندوم دايمنشن نحطهم مع بعض عشان اقدر ان انا اجمعهم مع بعض. يعني مش شرط ان هم لازم يكون ليهم كلهم تكست او كلهم فلاجز او كلهم يكونوا نمبرز، ممكن ساعات يبقى كومباينيشن مع بعض. ممكن مثلا يبقى عندي موبايل مع اللون بتاعه ومع الاي او اس بتاعه، كل دول اتحطوا مع بعض عشان في تيبل واحد از دايمنشن، وفي الاخر كل ما عاوز اضيف حاجه جديده بيحصل منتين للنيو تايبس. طيب تعالوا نشوف هنا الجزء الثاني. هي بيقول لك ايه؟ ان من ضمن مميزاته ان هو بيوبتمايز السبيس في الفاكت تيبل، لان انت مش هيبقى عندك مش هيبقى عندك اي ديز كتيره لكل دايمنشن. انا عندك دايمنشن واحد بيعبر عن التفاصيل بتاعت الدايمنشن، بيبرزنت ب 1 كولوم في الفاكت تيبل، وبيديك بعض بيديك اكتر من ميجرمنت، وهو ب 1 فورين كي بقدر اجيب كل الحاجات دهيت. طيب الميزه بتاعت الدايمنشن ده بنلاقيها فين؟ تعال شوف الاكزامبل ده. الاكزامبل ده هو الفيمس اكزامبل، وهو مشهور جدا، هتلاقيه عندك في كل يوز كيس. يعني احنا بنستخدم الجانك دايمنشن ده كتير جدا. انا تقريبا في كل المشاريع اللي اشتغلت فيها كان عندي جانك دايمنشن، بنعملها كده عشان نسهل على نفسنا الدنيا. تخيل انا عندي كار دايمنشن. حلو، الديزاين اللي فوق ده الموجود في اعلى برزنتيشن هو ديزاين من غير جانك دايمنشن. احنا بنبدا ندي اكزامبل عشان نوضح الدنيا. الديزاين تحت ده هو ديزاين بجانك دايمنشن. هتخيل عندي كار مثلا تيبل. حلو، الكار تيبل ده جواه ايه؟ جواه كلر اي دي بتاع الكار، جواه الكلر اي دي، جواه البادي اي دي. حلو، طيب البادي اي دي ده بيرمز لنيو دايمنشن تيبل اسمه اي دي، اللي هو البادي اي دي وبادي نيم، ونفس الكلام في الكلر اي دي وكلر نيم. اسمه ممكن يبقى حاجات تانيه. تخيل عندك مثلا ما اعرفش البادي نيم اللي هو سيدان، مش عارف الكلر، ممكن ايه تاني في العربيات، ما اعرفش، ممكن حاجه تانيه في العربيات مثلا، ما اعرفش، مش في دماغي مثال جوه تفصيل العربيه، بس يعني تعالى نتخيل عندي اكتر من مثال في العربيات دلوقتي. حلو، فبدا عندي 20 دايمنشن عشان يوصف العربيه. ممكن اعمل دايمنشن واحد اقول مثلا سميه كار اتريبيوت. الاي دي ده يبقى الدايمنشن هيبقى جواه ايه؟ هيبقى الاي دي الواحد بيعبر عن كلر نيم وبادي نيم. نتخيل مثلا ريد وسيدان، او بلو وسيدان، كل كومباينيشن. طب هنا في تكه مهمه،
فانا دلوقتي عملت فعلا ريديوس للدايمنشنز، يعني دلوقتي مبقاش ابقى عندي 1 دايمنشن، لو انا عندي 10 بقى اتريبيوت، ال 10 اتريبيوت كلهم ايه؟ انجيجد في اللي هو الكار اتريبيوت، بقوا ريديوس بقى كلهم ب 1 اي دي هنا. طيب ايه العيب اللي حصل هنا؟ اهوت ان انا في الاخر لو عندي 10 اتريبيوت، خد بالك بقى، بقى عندي 10 تيبل، لو التيبل ده فيه اتريبيوت كتير، يعني لو الكالرز مثلا 20 كالر تخيل، وعندي 5 types of cars مثلا او of sorry of body، بالتالي يبقى عندي كام؟ 5 في 10 يعني بالظبط عندي 50 كولو 50 رو. طيب تخيل عندي اكتر او dimensions اكتر او combinations اكتر، بالتالي هي الدايمنشن ده لازم افكر فيه يكون يعني ايه عنده فهم في البيزنس، عنده فهم امتى استخدم مش امتى استخدم ده. فهنا انا حطيت هنا بتاع دي كده في واز كده وحطها في لوشن نبدا نفكر فيها سوا. بنقول ايه؟ بيقول لك ان احنا لازم نسبليت الدايمنشن انتو مور دايمنشن ان كيس السايز بيجرو. يعني ايه؟ تخيل ان انت بدات المشروع وقلت اروح للبيزنس اقول له دلوقتي انا عندي ايه الدايمنشنز عندي؟ قال لك مثلا عندي الكالر والكالر مثلا الكالرز والبادي تايب. طيب تساله، تبدا تروح للبيزنس تقول له طب يا اهل الخير انتوا عندكم متوقع بيبقى عندنا كام كلر من هنا؟ هيقول لك مثلا عندي 10. تروح انت عارف ايه؟ فكر بدماغك كده تقول ان هم 50، اضرب في 5، ما تفكرش تفكير البيزنس. يعني البيزنس في الاخر هيغير رايه، يقول لك ايه ده هو هتفرق معاك؟ اه هتفرق معاك. فانت مش هقول لك اضرب في 5، ممكن اضرب في 2 او 3 كمان، يعني اضرب السايز دايما اكتر، ما تضربش السايز في الرقم اللي بيجيلك من البيزنس، البيزنس بيغير رايه بين يوم وليله، بس لازم تكون بتفكر في الورست كيس دايما. انت كداتا ويرهاوس ديزاينر او كداتا موديلنج ديزاينر بتفكر في الورست كيس هنا، مش بتفكر في الافريج كيس. في ناس تقول لك فكر في الافريج، مفيش حد طبعا مفيش حد بيبص على البيست كيس، ذاكر الافريج كيس ما ضرب في 2.5 مثلا السايز، يعني اقول لك 10 كالر تروح انت قايل ايه 25، انا بقول لك اضرب مثلا في 4 مثلا، يعني السايز اتليست ما كانش 5 كمان. طيب بعد كده تبدا تشوف بقى هل انا لو عملتهم جانك، يعني هل الايفورت اللي هعمله او المينتينابيلتي اللي هعملها لو خليتهم 1 جانك دايمنشن، فكل ما هيجي لي اي عربيه جديده هروح ضيفها في الكالر بتاعها والتفاصيل بتاعتها في الجانك ده، هل التيبل ده هيبدا يجي له؟ خد بالك انت برضه عندك فاكتور، ما انت دلوقتي لو عملت التيبل دايمنشن ده از يعني كومبريهنسيف تيبل لكل الدايمنشنز، ما انت ممكن التيبل ده يبقى كبير يبقى هو لوحده هيدك، تبدا تسيلكت منه اصلا مش عارف تاخد منه معلومه، ما بقاش دايمنشن. فانت الدايمنشن لازم يكون لوك اب في الاخر زي ما قلنا ريفرنس، بتجيب منه الداتا وبتحط غير ريفرنس ده غالبا ليتر اون لما نشوف في الامبلمنتيشن بيكاش اصلا بنحطه كاش اصلا لما نيجي نعمل جوينز او نيجي نعمل ريبورتنج. فبالتالي الدايمنشن ده ما ينفعش يكون كبير في السايز. فبالتالي انا بقول لك برضه لازم تحسبها ازاي؟ بتحسب تشوف عدد الكولومز. فبالتالي انك انت لو عندك نمبر اوف عندك 3 كولومز سوري عندك 3 كولوم وكل كولوم فيه 3 فاليوز، فبالتالي التوتال ايه؟ تضرب 3 في 3 ب 9. فانت لازم دايما يكون عندك الحرص ده، ما ينفعش انك انت تفكر في البيست كيس ولا تفكر في الورست كيس، دايما بتفكر سوري البيست كيس او الافريج كيس، فكر دايما في الورست كيس. انا دلوقتي لو عندي واحد قال لي ان الكالرز دول 3 وانا متوقع ان يبقوا 10، لازم ازود نفس الكلام. طب انا افرض بقى عندي اكتر من دايمنشن، جيب بزنس قال لك ايه حلو الفكره دي تعال نزود دايمنشنز، ما انت برضه خد بالك ان الاتريبيوتس لو زادت برضه هيقتبوا لي دايمنشنز اكتر اعلى، هيبقى الريكورد هتبقى قليله الريكورد هتبقى كتيره. فلازم نفكر في الكومباينيشن ما بين اللي هي اللوكال ايدنتي اتريبيوتس. الفيديو ده اتمنى يكون واضح. الجانك دايمنشن زي ما قلنا هي الدايمنشنز اللي ممكن نحطها مع بعض، مش شرط يكون في ريليشن مع بعضهم. خد بالك انا ما قلتش يعني نوع لون العربيه از كلر او تيبل كلرز والبادي تايب، مش شرط يكون هما ليهم علاقه ببعض، ممكن احط الكلر البادي تايب، ممكن احط حتى البلد اللي جاي منها العربيه دي، ممكن احط شويه دايمنشن مع بعض. بس في الاخر افكر هل التلاته دول لما احطهم مع بعض او الاتريبيوتس دي هيبقى فيها هتزيد بعدين في التيبل مش هعرف امنتينه وهيبقى صعب ان انا اكيشه ولا لا؟ فانت بتفكر في الحكايه دي. على الجانب الاخر برضه ما ينفعش اقول طب عشان اخاف من الكلام ده افصلهم في دايمنشنز كل واحد دايمنشن لوحده، ما انت بالتالي يبقى عندك دايمنشن كتيره في الفاكت تيبل او في التيبل الثانيه، فكل ما اجي جوين هجوين بخمسه ولا 10 دايمنشن. في الاخر الجانك دي بنجمعها مع بعض كده نحطهم في الكيس وما فيش علاقات ما بينهم، ممكن اجمعهم في دايمنشن واحد بس اخد بالي من السايز. اتمنى يكون الفيديو واضح. ان شاء الله احنا الفيديو الجاي هنشرح رول بلاينج دايمنشن. اشوفكم على خير والسلام عليكم.